إذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام بكل مكان، نجدد بكم الانطلاقات حيث التحديات والتنافسات المستمرة والمتواصلة على أرضية ميدان البطحة بوابة للعبور والنجاح، حيث تتواجد هذه الشعارات، حيث تتواجد هذه المقاتلات، حيث تحضر المعجزات، حيث يحضر الكرم. سيارة بي ام دبليو للموسم القادم، سيارة بي ام دبليو يا أهل الأفطامين، هلموا إلى البطحة، هلموا إلى البطحة. مباشرة مقدمة الشوط آمر، آمر على المركز الأول، آمر وانت لك سمعا وطاعة. العنصر النسائي أهلا بالغلا بن داود التبعي، من تقدم لنا آمر على المركز الأول على الصدارة الأولى؟ آمر يا الغلا آمر، وحن لك سمعا وطاعة على الصدارة الأولى على المركز المرموق. المركز الثاني الشاهيني احمد بن محمد العامري، المركز الثالث حيث التسلل والوصول والانطلاق المميز اللي وصل على المركز الثالث العبور، هلال بن بدر البدري. ولكن نعود حيث الاوامر، نعود حيث الغلا بن داود التبعي، من تقدم لنا الاوامر على المركز الاول؟ لاحظ المركز الثاني، لاحظ الشاهينية احمد بن محمد العامري، من يقدم لنا شعاره؟ من يغير بالإثاره؟ من يغير بكل جدارة على الصدارة والمركز الأول ليغير العامري مقدما الشاهينية، مقدما أجمل القونة في منطقة الإعلام؟ ترفرف بهذه البطلة، ترفرف بهذا الحضور المشرف. أهلا بهذا الحضور، سلام يا العامري، سلام سلام، تحية واحترام على هذا الفوز والانتصار المستحق. المركز الثاني الغلا بن داود التبعي، المركز الثالث اللي وصلت فيها شواهين وسعيد بن سالم بن سنوت الوهيبي. اذا التوقيت الزمني لحظة وصول الشاهينية دقيقة واربعين وخمس وثمانين جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للعامري على هذا الفوز والانتصار المستحق.